يقول السائل: هل حديث تصفيد الشياطين في رمضان صحيح وما هو معناه؟ الحديث صحيح، ومعناه أنه تمنع من، معناه على ظاهره أنه تصفد بالأصفاد والأغلال، فتمنع من، تمنع من التسلط على المسلمين في رمضان من أجل أن يتفرغ المسلمون للعبادة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه أسر عدوك وأتاح لك الفرصة وفتح لك أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفد عنك الشيطان الذي هو عدوك، هذه فرصة عظيمة للمسلم. نعم.